إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. يقترب نادي الوداد الرياضي لكرة القدم من أحد نجومه السابقين بعد دخوله في مفاوضات متقدمة خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وأكدت مصادر مطلعة على الأنباء التي تفيد اهتمام الوداد الرياضي بالمهاجم أيوب الكعبي، مؤكدة أن النادي في مفاوضات جد متقدمة معه، ويرتقب فقط أن تخلص بالعودة للاعب الفريق إلى النادي. وتابع أن الكعبي بدوره منفتح على العودة إلى الوداد الرياضي، مرحبا باستئناف تجربته مع الفريق الأحمر، إلى جانب رغبته في العودة إلى الواجهة بعدما أصبح بعيدا عن الأضواء. وأشارت مصادر مطلعة أن فريق الوداد الرياضي يرغب في استعادة الكعبي مقابل ترحيب الأخير بالصفقة، ويرتقب أن ينتقل اللاعب إلى الفريق الأحمر خلال الأيام القليلة القادمة. ويبقى الكعبي لاعب متاح لفريق الوداد الرياضي بعد نهاية ارتباطه بالسد مع ما تم الموسم المنصرم، بالموازاة مع رغبة اللاعب في العودة لأجواء البطولة. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.